السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سعيدة بلقياكم فيديو جديد في وصفة جديدة. اليوم غادي نحضر مع بعضياتنا ثلاثة ديال السلطات سخان. السلطة الأولى الفول بالقشور ديالهم مشرملين، السلطة الثانية الشفلور مشرمل، والسلطة الثالثة زعلوك. تبقوا معايا حتى الأخير باش تعرفوا المقادير وطريقة التحضير. اليوم غادي نوجدوا مع بعضياتنا ثلاثة ديال لي سلطات سخان. أول سلطة ديال الفول القشور ديالو انا ديجا نقيتو، باقي لي غير شي وحدين باش نوريكم. تناخذو الفول تنحيدو له الراس ديالو، تنحيدو له الجناب، هادو كاين واحد الخيط تيكون مع الجنب و بارفوا ما تيتجرب بوحديتو، سينو نحيدو بهاد الطريقه. تنحيدو عاوتاني على الراس، ومن بعد تنقطعوها طريفة صغار. نفس الطريقة غادي ندير وحدة أخرى. متى تكون كبيرة شوية هو الخيط تيتجر راسو، مي تيكون صغار بزاف ما تيبغوش يتجر. تنقطعوها كطريقة صغار، تنستمروا على هاد الطريقة تنكملوا الكمية كل اللي عندنا، وتنديروها تبخر تنخليوها تطيب مزيان. وعاد تنرجعو نصوبو لها الشرمولة ديالها. غادي نحطها تبخر وغادي ندوزو للصلطة الثانية. للصلطة الثانية عندنا الدنجر والفلفلة، غادي ناخد شوية زويتة وغادي ندهنها بها بهذا الشكل هذا. باش من نخرجوها من الفران ما نحتاجو نديروها في البلاستيك، وحيتها تتقشرنا بسهولة. نفس الشيء غادي ندير الفلفلة، صافي غادي ندخلهم للفران حتى يتحمروا مزيان ويتحولنا وغادي نرجع معكم. لصالات الثالثة والأخيرة سنأخذ الشفلور وتنقطعه بالشكل هذا من القيوة. هذا الراس كله وغادي نحطو حتى هو يتفخر، غنديرو فيه كسكاس وغادي نغطي عليه وغادي نخليه يطيب، وعاد غادي نرجع معاكم نشرملهم. الفلفله ديالي راها وجدات لي، خليتها تبرد باش نقشرها.
صافي انا ساليتو غادي نبخرو وغادي نولي معكم. الفلفل او الدنجل ديالي من بعد ما خرجته من الفرن هاهما بلا ما نديرهم لا بلاستيك لا والو كتتقشر بكل سهوله. الزيت اللي تندهنوا بها الفلفله تساعدنا اننا بسهوله نقشروها بلا ما نحتاجو نديروها فشي بلاستيك باش ترجع ليها ديك السخونيه. من بعد غادي نغسلها بس بالنسبة للدنجل شرانته بسهولة. هادشي صراحة بالنسبة للمبتدئين، أما الناس الكبار كلشي ديجا تيعرف يصاوب الدجاج يصاوب الفلفلة، يعني شي حاجة لي عادية وبديهية. الشكل هذا غادي نقيها كله وغادي نولي معاكم. قياس واحد نص كاس، انا دايره غير زيت بلديه، قزبر والمعدنوس، قياس 3 معالق وجوج حتى 3 بطريقه ديال الثوم. نديرو معلقه ديال الكمون، معلقه عمانتيان، معلقه ديال التخميره، حتى معلقه ونص، ونص معلقه ديال الحراره. الحراره اختياري لان في كيف تطول الحر وصف. غنزيد شويه ديال الزيت، الطاجين كان عندي سخون شرب كلشي. غادي نديرو الفول، حنا كنعسو لاطا كنخلطو وكنبرد. إذا بان لكم أن ناقص الزيت يمكنكم تزيدوا الزيت. غادي ندير الملح على سيك الملحه، ندير معلقه ديال الملحه، راح نستغل الفرصه ما حد الفول متوفر في الاسواق، سيرتو هذا اللي تيكون مازال صغير، حيت ملي تيولي كبير الحبه ديالو تتولي كبيره ما تيمكنناش نشربوه بهذه الطريقه هذه.
دابا غادي ندوزو نشرملو الدنجال والفلفله. نديرو الزبيده واحد نص كاس، نديرو جوج مطيشات ولا ثلاثه، جوج معالق ديال القزبر المكنوس، وجوج ريسين ديال الثوم. نديرو معلقه صغيره ديال الملح، معلقه ديال الكمون، ومعلقه كبيره ديال التخمير عامر مزيان. تنخليها تقلى مزيان، غادي ناخد الفلفله والدنجال، تناخدو الفلفله اللي نقيتها من الزريعه وغادي نقطعوها. بنفس الطريقة غادي نوجدو الشيفلور، غادي ندير الزيت تقريبا واحد نص كاس، جوج معالق كبار ديال القزبر المكنوس، جوج طريسين ديال التومة، مطيشات قطعين طراف صغار، معلقة ديال الملحة، معلقة ديال الكمون، ومعلقة ديال التحمير. نخلي مطيشات حتى تنزل وعاد غادي نزيدو عليها الشفرة.
السلطه ديالنا بثلاثه هما واجدين. الفول ضروري يكون باقي صغير يعني باش نستغله بالقشره ديالو، واي حاجه خضراء فهي مهمه للصحه ديالنا. الشفلور حتى هو صراحه يجي رائع بنين، يعني طريقه اخرى باش ناكلو الشفلور. وزعلوك غني عن التعريف، جيتي عارفه يديرو صراحه هاد الوصفات خاصه بالنسبه للمبتدئات، حيت لا بلوبار كلشي تيعرف يديرهم. نتمنى هالسلطة تنال استحسانكم، تبارطاجيهم بالعائلة والأصدقاء. تنقول لكم مع السلامة في فيديو مقبل إن شاء الله.